مرتبة يحمل أعلى مرتبة يحمل أعلى مرتبة. أما أنا فاسمي مرح فريدة ما لي شبه فريدة ما لي شبه. عالم نرمس عالم أطفال عالم نلخص عالم جرجان. إذا حضر حبون الكل به فرحون فرحون الكل به فرحون. ولو غاب ميمون ترى لمن يشكون يشكون ترى لمن يشكون يشكون. عالم نرمس عالم أطفال عالم نلخص عالم جرنان. شاهين وأنا صقر ذكي أعرف طريقي بلا خريطة أعرف طريقي. فلو لم أطبخ لما أكل أحد منكم. ولكن هذا لا يجوز، عليك أن ترتاحي. يا تيتا يا تيتا، أسعد لحظات حياتي هي اللحظات التي أعمل فيها من أجل الآخرين. كلامك جميل جدا، ولكني أريد أن أطلب منك طلبا. ماذا تريدين؟ أتريدين أن تأكلي؟ الطعام جاهز، وإذا لم يعجبك فسأحضر لك شيئا تحبينه. شكرا، أريد أن أكل، ولكن هناك شيء آخر. شيء آخر؟ نعم. ما هو؟ أريد ها؟ أريد ها؟ أريد أن أتعلم الطبخ. ماذا؟ تتعلمين الطبخ؟ نعم. لماذا تضحكين؟ أنا سعيدة جدا من أجلك. لماذا؟ لماذا؟ لأنني سأقدم لك خدمة كبيرة، ومن ثم ستساعدينني أنت بالطبخ. وأنا أعدك، وأنا عند وعدي. ولكن ماذا؟ هناك مشكلة يا طيطة. ما هي؟ إن الطبخ يأخذ كل وقتي، فكيف أعلمك؟ مشكلة، نعم مشكلة، ولكن علينا أن نجد حلا. دعينا نفكر، اجلسي. طبعا طبعا، دعينا نفكر. حبوب، طلبت منك أكثر من مرة أن تعطيني عصيراً ولكنك لم تفعل. عجول، ألا تراني مشغولاً يا عجول؟ تنظيف، تقديم طلبات، شراء مواد. إذن ما الحل؟ ما الحل؟ أنا أعطش كثيراً. عجول، اشتري علبة عصير وضعها في المكتبة واشرب منها ما كل ما أردت. هيا. فكرة جيدة، ولكن عندي فكرة أحسن يا حبوب. ما هي؟ ولكن لا يمكن أن تتحقق إلا بمساعدتك. بمساعدتي أنا؟ وكيف؟ ما رأيك أن تعلمني صنع العصير؟ فكرة رائعة، ولكن وقتي لا يسمح بذلك. بسيطة، في وقت فراغك. عجول، صنع العصير يتطلب مهارة ويحتاج إلى دروس كثيرة وإلى وقت كبير. ومن أين نأتي بالوقت يا حبوب؟ لا أدري يا عجول. حبوب، دعنا نفكر. عجول، اذهب إلى المكتبة وفكر،
ثم نلتقي. حسناً؟ مكتبة من مكتبة؟ حسناً، سأذهب إلى المكتبة وأفكر. أحسنتي يا نعومة، أحسنتي، أنت ذكية. شكراً لك يا عطيطة. وبهذه الطريقة يسافر الجميع إلا أنا وأنت، ما رأيك؟ ويكون لدينا الوقت الكافي لتعلميني الطبخ. طبعاً تيتا، لنبدأ العمل. اذهبي وأحضري أقلاماً وأوراقاً. هيا. حاضر. تيتا تيتا، إلى أين أنت ذاهبة يا تيتا؟ وما شأنك بي؟ أريد التحدث معك. ليس لدي وقت. لن أخذ من وقتك الكثير، لحظات فقط. ماذا تريد؟ تيتا، أنا فرح جدا. يا الله، جعلك الله دائما في فرح مستمر. وسرمدي وقرمزي وأحمر وأصفر وأخضر، إلى اللقاء. تيتا، ألا تسألينني عن السبب؟ اسأل نفسك وأجب. أنا فرح يا تيتا لأني أراك أنت ونعومة صديقتين حميمتين. شكرا لك يا عجون. ها عجون؟ نعومة سوف تعلمني الطبخ. تعلمك ماذا؟ الطبخ. تيتا، ألا تعلميني الطبخ بعد أن تتعلمي؟ عجول، يجب أن تجد لنفسك شيئا آخر، لأنك لا تنفع لشيء. ماذا؟ أنا لا أنفع لشيء؟ نعم. تيتا، وما رأيك أن تعلميني شيئا آخر؟ أنا أعلمك ماذا؟ الوشاية. الوشاية، هناك شيء تعرفه أكثر من الوشاية. ما هو؟ الغرور. يا مغرور. غرور؟ أنا غرور يا تيتا. شاهي مدع حبوب. حبوب، هناك أمر هام يا حبوب. تكلم، ما هو؟ نعومة ستعلم تيتا الطبخ. وما هو الأمر الهام في هذا؟ ما هو الأمر؟ إذا تعلمت تيتا الطبخ فسنموت من الجوع. صحيح، وما العمل؟ علينا أن نمنع ذلك يا حبوب. اسمع عجول، علينا أن نضع خطة نحقق بها شيئين. وكيف ذلك؟ اسمع، أولا نمنع نعومة من أن تعلم تيتا الطبخ. ثانيا نحاول أن نبعد الجميع عن هذا المكان ليكون لدينا الوقت الكافي لتتعلم فيه صنع العصير. وكيف ذلك يا حبوب؟ الحل عندي. أنسيت، أنا تلميذه. أنت تلميذي. أنا ميمون قرد طيب، قرد طيب، أنا ميمون قرد طيب، قرد طيب أنا. مرح، تريدين توسيع المكان؟ كيف عرفت يا ميمون؟ وهل لديك شيء آخر؟ ميمون، ولكن لا أحد يساعدني هنا. أنا أستطيع مساعدتك. لدي خطة. هل أنت متأكد يا ميمون؟ طبعا متأكد، فأفكار القردة عبقرية. نعم نعم. ألا تعرفين ذلك؟ فإن القرود، أعرف أن عقل القرد أقرب إلى عقل الإنسان من أي حيوان آخر، صحيح؟ صحيح، أحسنتي. ما هي الخطة؟ هيا نخطط. هيا خطة. وهكذا تتحقق أمانينا يا حبوب. هذا صحيح يا عجول، والآن لنبدأ العمل، فالوقت يمر. الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. عجول، اذهب الآن إلى المكتبة وجهز ما اتفقنا عليه. هيا. حسنا، سأذهب. هات العصير يا حبوب. فيما بعد يا عجول، اذهب اذهب. فيما بعد، صح، إلى المكتبة. شكرا لك يا ميمون. حسنا حسنا، لنبدأ العمل فورا. هيا. يا تيتا، اسمعي نعومة، عليك أن تلهي الشاهين كي ينفع
ماذا تريدين يا نعومة؟ أنا مشغول جدا. أريد منك أن تتذوق الطعام، هل هو مالح أم لا؟ ولماذا لا تتذوقينه أنت؟ ألست أنت الطباخة؟ شاهين أرجوك، أرجوك يا شاهين تعال. حسناً 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 حسناً. كل شيء شاهين شاهين. ألو؟ لا تيتا. ماذا؟ مرح تريدك في أمر هام جدا. وهل لدى مرح أمرا هاما غير توسيع المكان؟ لا أعرف، أنا لا أتدخل في شؤون الآخرين. حسنا، إلى اللقاء. إلى اللقاء. هذا لا يوجد ملح في هذا الطعام يا نعومة. ولكني وضعت الملح. على أي حال بإمكانك أن تذهب إلى عملك يا شاهين. لم أفهم. تفهم ماذا؟ أنتم غريبو الأطوار هذا اليوم. تيتا تيتا توقفي. تيتا ماذا؟ هل عرفتي؟ ماذا؟ لقد قررنا توسيع المكان. لا، وكيف؟ هل قررت أنت ودقات؟ ما دقات؟ قررت أنا وصديقي ميمون. أتمنى لك كل الخير. إلى اللقاء. نعم. إلى اللقاء. دقات؟ ما هذا؟ من أين أتت كل هذه الرسائل؟ حبوب حبوب تعال. ماذا هناك شاهين؟ ماذا تريد؟ هل رأيت أحداً يجلب الرسائل؟ ربما ساح البريد. هذه المرة الأولى التي لا أضطر فيها لجلب الرسائل بنفسي. أليس هذا أفضل؟ نعم. يا أصدقاء يا أصدقاء تعالوا، هناك رسائل لكم جميعاً. تعالوا. رسائل؟ حبوب، رسالة لك. أنا؟ نعم. عجول، هذه لمرح. مرح، وهذه لميمون. ميمون. نعم. وهذه لطيطة. طيطة. لنعومة. وهذه لك نعومة. وهذه لشاهين. شاهين. إنها لي. هل بعثت لي رسالة أيضا يا تيتا؟ لا لا، لم أرسل لك شيئا، ولكني تسلمت رسالة أيضا. دقات، أين دقات؟ ألم تحضر بعد؟ تك 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 تك. أنا هنا. ماذا تريد يا شاهين؟ رسالة لك. لي أنا؟ وأخرى لقمر. شكرا. أنا ممن؟ لا أعرف، افتحيها وستعرفين. ولكني لم أبعث رسالة إلى نفسي. وأنا أيضا لم أرسل رسالة إلى نفسي. ولعنة. هناك أمر ما أنا لا أعرفه، وإذا لم تقولوا لي سأذهب حالا ولن أعود. قمر لا تذهبي. حسنا سأخبرك. لقد قررت أنا ومرح أن نبعث رسائل للجميع ليذهبوا إلى بلدانهم، ونبقى نحن هنا لنوسع المكان. هذا شيء جميل. نعم نعم، ولقد اتفقت أنا وعجول على نفس الشيء. أحسنتما. وأنا وطيطة اتفقنا أيضا على ذلك. ولكن لما هذا؟ لكي يسافر الجميع ونبقى أنا وطيطة هنا كي يعلمها الطبخ. حتى أنت يا نعومة؟ لا، وأنا أعلم عجول كيفية تحضير عصير البرسيم، وأمنع نعومة من تعليم طيطة الطبخ. إذن أنتم جميعا حاولتم أن تستغلوا حب الأوطان والحنين إليها لتنفذوا ما تشاءون. لا تتعبي نفسك يا قمر، لا يكف عن هذه الحيل أبدا. لقد كانت أهدافهم حسنة إلا حبوب وعجول. نعم. فقد كانا يريدان منع نعومة من تعليم طيطة الطبخ، ولكن في النهاية كان هناك شيء مهم جدا. نعم. وهو أن الجميع فكر في السفر إلى الوطن. لذلك سأحكي لكم حكاية عن حب الوطن، واسم الحكاية مضر وملداء. ما رأيكم؟ موافق. هيا 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 هيا. We'll be right back.
حضر موصوف بذكاء، وله أخت هي ملدى، طفل ولديه أمنية هي أن يغدو رجل فضاء، طفل ولديه أمنية هي أن يغدو رجل فضاء. مدر طفل حالم كان يحلم أن يصبح رجل فضاء، وهو محبوب في عائلته، وله أخت صغيرة اسمها ملدى. كان يحدثها دائماً عن المريخ والكواكب والنجوم، ويلاحق أخبار الفلك والفضاء في كتب العلوم، وكان يؤكد كالمعلم بأن في المريخ يوجد الماء، ويعتقد أن فيه جبالاً من المرمر الذي يستعمل في أعمال البناء. وذات يوم كان يلعب مع أخته ملدى وابنة عمه مروة، وبينما هم منهمكون في صنع مركبة فضاء، وقد أحضروا لهذا الغرض برميلاً قديماً ومسامير ومطرقة وعدة أشياء، بينما هم كذلك وإذا بالمركبة أخذت تهتز وتميل وراحت تكبر من تلقاء نفسها وتصير بحجم الفيل، وطل منها حرف جميل يدعو مضرا إلى الرحيل. وصعد مضر إلى المركبة ملبيا دعوة حرف الميم، ومضى يساعد حرف الميم بالقيادة. وفي أثناء رحلتهما مر على كواكب ومجرات، وظلا هكذا إلى أن حطا أخيراً على المريخ في مكان كالمرآة، ونزل حرف الميم ومضر من المركبة وسارا معاً على مهل وهما يستطلعان المكان بحيطة وحذر. فالذين يعيشون هنا كانوا يشبهون المسامير ويتكلمون لغة تشبه الصفير. وبينما هما كذلك إذ شعر مضر فجأة بالجوع، واستغرب مضر كثيرا عندما رأى الطعام الذي يقدم في المريخ، فقد كان قطعا من الماس الوهاج. وعندما طلب النادل منهما المال أعطاه مضر 100 ريال، فنظر النادل إليه ورمى بعيدا بالمال، وبصوت الصفير قال: لقد طلبت منك المال، وما هذا بمال؟ أريد ملحا بأكياس. وقع مضر بمأزق صعب. وفي هذه الأثناء تحول الميم إلى مهر سريع، وفر مضر وحرف الميم معا، وكانت السماء تمطر مشمشا وترابا، وبدأ مضر يشعر بألم في معدته من الجوع الشديد، واشتاق إلى مائدة أمه المليئة بما يشتهي ويريد. وظلا طائرين إلى أن وصلا أخيرا إلى المركبة، فصعدا إليها بأجسام متعبة. بعد أن عاد حرف الميم إلى أصله، وعاد الصديقان إلى الأرض الحبيبة المعطاة. وعندما وصلا كان بانتظارهما مجموعة من العلماء الأجلاء. صفق الجميع لمضر ولحرف الميم الهمام، وقدموا لهما أفضل وسام، ولكن مضرا كان جائعا ولا يريد شيئا إلا الطعام، فأخذ ينادي: أنا جوعان. وهكذا عرفنا أن حب الوطن من الإيمان. طبعاً، ولكنهم لم يفعلوا ذلك إلا لأهداف شخصية يا قمر. لذلك سوف تعلم نعومة فن الطبخ لمن يريد، وحبوب أيضاً سوف يعلم صنع العصير لمن يريد، ولتناقش مرح مع دقات توسيع المكان. أنا موافقة يا مرح. إذن ما رأيكم أن نستذكر الحكاية؟ Thank you.
خضر موصوف بذكاء، وله أخت هي ملداء. ماذا أحضر يوما مضر ليطيب له فيه السفر؟ ماذا أحضر يوما مضر ليطيب له فيه السفر؟ ماذا فعل يومها؟ ماذا فعل؟ قد أحضر يوما برميلا وأزميلا ومسامير، كي يصنع منه سفينته وبها للمريخ يطير. قد أحضر يوما برميلا وأزميلا ومسامير، كي يصنع منه سفينته وبها للمريخ يطير. مركبة صارت كالفيل ولها فوق الأرض هدير. مركبة صارت كالفيل ولها فوق الأرض هدير. مضر موصوف بذكاء، وله أخت هي ملداء. من أقبل يدنو من مضر يدعوه معه للسفر، يدعوه معه للسفر. لحظة أمهلوني. ظهر الميم له في الحال ودعا مضرا للترحال. مضر موصوف بذكاء، وله أخت هي ملداء. من يعرف منكم ما صار في المريخ وما الأخبار؟ في المريخ وما الأخبار؟ لقد تألم كثيرا، وبدا مضر كالموجوع، مضر كالموجوع، وأحس كثيرا بالجوع، وأحس بالجوع. وبدا مضر كالموجوع، مضر كالموجوع، وأحس كثيرا بالجوع، وأحس بالجوع. عن مطعم أهل المريخ سأل وبصوت مسموع، دخل كهفا غير مريح ومقاعده. مضر موصوف بذكاء، وله أخت هي ملداء. ماذا كان هناك المال؟ كيف مضت بهم الأحوال؟ لقد كان سعيدا. قد كانت حبات الماس في المريخ طعام الناس. قد كانت حبات الماس في المريخ طعام الناس. طلب النادل منه ثمنا ملحا في عدة أكياس. طلب النادل منه ثمنا ملحا في عدة أكياس. الميم غدا مهرا ومضر يركبه مرفوع الراس. الميم غدا مهرا ومضر يركبه مرفوع الراس. أنا الميم. (تصفيق)
أنا ذا الميم وبالميعاد، ميم وبالميعاد، وبفضلي مضر قد عاد، وبفضلي قد عاد. وذا الميم وبالميعاد، الميم وبالميعاد، وبفضلي مضر قد عاد، وبفضلي قد عاد. أنا ذا الميم وبالميعاد، الميم وبالميعاد، وبفضلي مضر قد عاد، وبفضلي قد عاد. وذا الميم وبالميعاد، الميم وبالميعاد، وبفضلي مضر قد عاد، وبفضلي قد عاد. مضر موصوف بذكاء، وله أخت هي بلدة، تبقى الأحلام بلا ثمن أبدا لولا حب الوطن. تبقى الأحلام بلا ثمن أبدا لولا حب الوطن. شكرا لك يا حرف الميم. شكرا منك تعلمنا يا ميم. أجل تبقى الأحلام بلا ثمن حتما لولا حب الوطن. صقر ذكي أعرف طريقي بلا خريطة، أعرف طريقي